أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة محور المريوطية الجديد بالقوس الغربي بالطريق الدائري الشرقي لمدة 4 أسابيع. كان جهاز تعمير القاهرة الكبرى قد قال إنه بداية من الأسبوع الجاري سيتم غلق الطريق الدائري عند منزل طريق الإسكندرية الصحراوي بعد منتصف ليل يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت أسبوعيا لاستكمال عمليات تطويره ورفع كفاءته. ومن منا لم يعاني من الطريق الدائري تتفادى حفرة لتقع في الثانية، لكن هذا المشهد لن يطول كثيرا بعدما قررت الدولة إصلاح الحزام الرابط للقاهرة الكبرى. أعمال الترميم تجرى على قدم وساق للانتهاء منها قبل عيد الأضحى، إذ تم تقسيم الطريق الدائري إلى أجزاء يتوالى إصلاحها. الاختيار الآن وقع على الطريق الدائري من محور المريوطية حتى طريق مصر اسكندرية الصحراوي بطول إجمالي 1850 مترا، والذي سيتم إغلاق نصف الاتجاه به من الساعة 12 مساء الخميس المقبل وحتى صباح الأحد أسبوعيا ولمدة 3 أشهر. لكن لا تقلق، فالدولة وفرت لك طرقا بديلة لتجنبك الزحام. 3 طرق بديلة في الوقت الحالي، اللي هو الطريق السطحي واللي متجه للطريق الصحراوي بياخد ميدان الرماية أو اتجاه وسط سامي سعد اللي هو الطريق الواحات. إصلاحات الدائري تتضمن توسيع الطريق وتغيير بعض طبقات الأسفلت ورفع كفاءة الفواصل الطولية والعرضية والفاصل الخرساني، ولأول مرة ستتم إنارة الطريق بالطاقة الشمسية لتوفير التيار الكهربائي. الدولة الآن تستعد لافتتاح مطلع ومنزل الطريق الدائري على طريق ترعة المنصورية بعد انتهاء صيانته بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه لخدمة المتجه من وإلى مناطق فيصل والهرم وبرواش والمنصورية. إصلاح الطريق الدائري كان من أولوية الحكومة بعدما أصبحت مصر الأولى عالمياً في عدد ضحايا إهمال صيانة الكباري، فالإهمال تسبب في 37,000 حادث مرور خلال 20 عام الماضية و 240,000 قتيل ومصاب. لكن لماذا وصل الدائري لهذه الحال؟ هذا هو السبب: الشحنات الثقيلة والتي تسببت حمولتها الزائدة في تآكل طبقة الأسفلت، فضلا عن تخريب الفواصل أو سرقتها، وهو ما يتطلب معه ضبط حمولة الشاحنات تفاديا لتخريب إصلاحات الطرق. شيرين مجدي، النهار اليوم. طلب الدكتور خالد حنفي وزير التموين بضرورة اندماج الشركات العربية للتصدير للأسواق العالمية، وأكد خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر على ضرورة إجراء بحوث للأسواق وسلوك المستهلك للأخذ بها عند وضع الخطط التصديرية للمشروبات والعصائر. المشروبات عملية التغليف في أحوال كثيرة جدا بتصل إلى 20% و15% من قيمة المنتج، يبقى إذن ده عنصر مهم. هنا 10-15%، البراندينج بياخد 50-60%، طب هو يبقى المادة الخام بتاخد كم في المية؟ المادة الخام بتاخد الأقل، النسبة الأقل في أحوال كثيرة من التكلفة. التكلفة هي تكلفة منتج، تكلفة تغليف، تكلفة تكنولوجيا، واللي فوق ده كله تكلفة إدارة سلسلة الإمداد Supply Chain Management. افتتح وزير التموين الدكتور خالد حنفي معرض مستلزمات المدارس المقرر إقامته لمدة 10 أيام، وأشار إلى أن التخفيضات ستصل إلى 60%، وذلك بصالة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر. المعرض يهدف لتوفير احتياجات الأسر من الزي المدرسي والأحذية والأدوات المكتبية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق. أنا بعمل المعرض ده للمستهلك، للمواطن المصري، عايز أقدر أعمل معارض بشكل مستمر، فطبيعي إن الأرض المعارض لها مقابل بيتم دفعه. إحنا خفضنا في حاجات وخفضنا سعر الإيجار للعرض. اللي أنا يهمني في النهاية اللي حضرتك شايفاه الأسعار، إن الأسعار لما أقدر إن أنا أجيب أسعار ب50% أقل ب60% أقل، هو ده الهدف. الهدف إن أنا أعرف أجمع كل الأطراف مع بعض، بجمع الصندوق الاجتماعي، بجمع الاتحاد العام للغرف التجارية، بجمع 26 غرفة في 26 محافظة،
احنا الشغل اللي بنتكلم فيه هو شغل فريق، لازم الناس تشتغل بشكل فريق مع بعض، ما يبقاش في وزارة محددة او هيئة او جهة محددة بتستأثر بالمشهد، المشهد لنا كلنا. عشان كده انا قادر بشكل مرضي جدا ان اخلي اصحاب